من هولندا نسعد بالمشاركة في احتفالات مستشفى بهية لعلاج 100,000 مريضة بسرطان الثدي في مستشفى بهية بالجيزة، ونحن سعداء جدا جدا بالدعوة دي، ونلبي الدعوة بهية في أي مكان وفي أي وقت، وإحنا نسعد بتقديم المشاركة الدائمة لخدمة المرضى وعلاج مرضى سرطان الثدي بجمهورية مصر العربية. دكتور صلاح سعيد، هولندا.